كنت تعبان يعني صراحة. هذا الوكر كمان وجاب لي البنات عكازة الله يجزاهن الخير، والدواء كل أسبوع بيجيب لي إياه، قدموا لي مساعدات، جابوا لي طرد فيه معقم فيه صوف فيه نسيج فيه ألوان، وجابوا لي الطرد الثاني كمان فيه أشياء مساعدات يعني أحرك ديبي وأحرك جسمي. الحمد لله استفدت، وعطول محاضرات ببعث لي بحضر بجاوب بستسمع، ما فاتتني ولا محاضرة الحمد لله. أول شيء ما كنت أعرف شيء، بس صرت أستفيد وتعلمت كل شيء. أنا معي روبوت أقول لكم، معي عيني هاي ما بشوفش بيها، يعني لما أنه بطلع الدكتور بحكي استفدت، صرت أعرف أنه لازم أراجع الطبيب مشان عيني. البنات يدزل لي التكاثر اللي بتطلع من الجمعية ببعث لي بحضر أنا، واللي قبل لا كنت أحضر ولا كنت أعرف. قدمت على مشروع ألبان وأجبان لأنه عندي ميزة تنافسية، مصانع الألبان اللي بتشتغلها بتقدم اللبن مسحوب الدسم، ما فيه دسم، أنا بخليه بخيره، الحليب بخليه بخيره، الحمد لله مشروع ناجح. يعني من كل إشي تعبان، بس لا والله من يوم استلم الحمد لله المنحة سد ديونه ودفع أجار بيته وصار يجيب أكل لأولاده لبناته. والله الحمد لله تأملت خير إن شاء الله، إنه صار عندي دخل شهري، ما صرت أشهر أجار الدار مثلا، بس الوضع تحسن هسه. أولي لا كان في شوية صعوبات، وخاصة بوضع كورونا الأزمة سكرت، ما ظل لي مجال بالبناء، الأسعار الحديد ارتفعت، يعني الواحد صار يدور على بدائل. كان وضعنا قبل المنحة تعبان المادي، ما معوش برقبة عيال، أما يوم أخذ المنحة الحمد لله تفضفضنا سدينه وصار يشتغل وعشنا الحمد لله. وجتني هاي المنحة والحمد لله أخذناها وصرنا نشتغل بالألبان والأجبان وتيسرت أمور الحمد لله، يعني أفضل من قبل كورونا.